رسالة من سيدة حاقدة: لا تدخلي وسددت في وجه الطريق بمرفقيك، وزعمت لي أن الرفاق أتوا إليك. أهم الرفاق أتوا إليك، أم أن سيدة لديك تحتل بعدي ساعديك؟ وصرخت محتدما: قفي، والريح تنضغ معطفي، والذل يكسو موقفي. لا تعتذر، لا تعتذر يا نذل، لا تتأسفي، أنا لست آسفة عليك، أنا لست آسفة عليك، لكن على قلب الوفي، قلب الذي لم تعرفي. ماذا لو أنك يا دني أخبرتني أن انتهى أمري لديك، فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني من أنني بيت الفراشة مسكني، وغد فراط السوسن، أنكرته أصلا كما أنكرتني. لا تعتذر، لا تعتذر، فالإثم يحصد حاجبيك، وخطوط أحمرها تصيح بوجنتيك، ورباطك المشدوه، ورباطك المشدوه يفضح ما لديك ومن لديك. يا من وقفت دمي عليك، يا من وقفت دمي عليك، وذللتني ونفضتني كذبابة عن عارضيك، ودعوت سيدة إليك، ودعوت سيدة إليك، وأهنتني من بعد ما كنت الضياء بناظريك. إني أراها في جوار الموقد، أخذت هنالك مقعدي في الركن ذات المقعد، وأراك تمنحها يداً مثلوجة ذات اليد. ستردد القصص التي أسمعتني، ولسوف تخبرها بما أخبرتني، وسترفع الكأس التي جرعتني، كأسا بها سممتني، حتى إذا عادت إليك، حتى إذا عادت إليك لترود موعدها الهني، أخبرتها أن الرفاق أتوا إليك، وأضعت رونقها، وأضعت رونقها كما ضيعتني.